السلام عليكم. لأن الفيروس من قدر الله كغيره من الأمراض، فهو يصيب المحسن والمسيء، والصغير والكبير، والشيخ والشاب. ومن بين من وردنا خبر إصابته الشيخ الفاضل القارئ أبو بكر بن محمد الشاطري، حفظه الله وشفاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. 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 ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الشيخ الحبيب الشاطري من أندى الأصوات تلاوة للقرآن الكريم، وما شاء الله هو من القراء المعروفين على مستوى العالم الإسلامي، وتلاوته منتشرة انتشارا كبيرا. حفظ كثير من الشباب أجزاء من القرآن الكريم بالاستماع إلى تلاوته، ثقل الله بها ميزان حسناته. وقد سمعنا خبر إصابته بالفيروس من مقامه في لندن، فلا تنسوه من دعواتكم وجميع المرضى في كل بلادنا. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء، وعجل الشفاء لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لا بأس عليك يا شيخ، طهور إن شاء الله.